رجعنا لكم مشاهدينا باخر لقاء مباشر على الهواء. انضم لإلي دكتور نزيه تعان، اهلا وسهلا فيك دكتور تعان. اهلا فيك. حضرتك طبيب متخصص بالعظم والمفاصل. صحيح. اليوم رح نحكي عن وجع الكتف، وجع شائع كثير ناس بيعانوا منه، وفي ناس بغض النظر عن هذا الوجع. اول شيء ثانكيو لإلك وللاو تي في على هالاستضافه، يعني والموضوع الشيق فعلا، هو انه يعتبر يعني وجع الكتف من اكثر الاسباب يعني اللي بيجي لعنا المرضى كرماله بالكلينيك بعد وجع الظهر ووجع الرقبه. اكيد نعم. نعرف نحن مفصل الكتف هو مفصل كثير مستعمل بالحياه اليوميه، يعني اي شيء بدنا نعمله نحن بالحياه اليوميه سو بدنا نستعمل الكتف. مفصل الكتف هو الاناتومي تبعته، يعني تركيبه المفصل هي تركيبه كثير كومبليكي معقده. يعني في عندنا عظام، في عندنا مفاصل، في عندنا ليجامنت، في عندنا المسلز العضلات، سو مشان هيك مشاكل هذا المفصل كثير كثير. هلا بالصور اذا فينا نشوف الصور نحكي شوي عن الاناتومي تبع الكتف. يعني رح يصيروا جاهزين الصور. هيها مثل هون، ليكي هون مبين عندنا الاناتومي تبع الكتف، ليكي المفصل كيف قد ايه المفصل فيه عضلات، قد ايه المفصل كومبليكي، قد ايه فيه ليجامنت، لانه في كثير اناتومي وفي كثير ستراكشر. سو الامراض اللي بتصير بالكتف هي كثير كثيره وفعلا امراض كثير شائعه. يعني فيها تكون امراض مباشره بالعظم، انما فيها تكون كمان بالغضروف، فيها تكون بالاربطه. صحيح فعلا مضبوط، هيدا هو. مشان هيك يعني امراض الكتف او اوجاع الكتف هي اوجاع كثير شائعه، ممكن تكون مثل ما حكيتي فضلتي حضرتك بالعظم، ممكن تكون بمفصل الكتف، ممكن تكون بالليجامنت اللي هي اراوند الكتف، ممكن تكون بالروتيتر كاف يعني بالعضلات اللي حول الكتف. فمشان هيك هي يعني فيري كومن وكثير متشعبه يعني. نعم صراحة. الانسان لحاله الموجوع ما بيقدر يشخص وين المشكله تحديدا، يعني بيقول لك عندي وجع. مضبوط فعلا هيدا هو. هلا اذا فينا نشوف النكست اكس راي رح نشوف لك انا الصوره هون التانية. كمان هيدي الصوره بتوضح الاناتومي تبع الكتف، يعني مثل ما شايفين قد في عضلات هيدا الكتف، مثل ما شايفين بالصوره تحت المفصل الكتف كيف في غشاء المفصل، وهيدي المنطقه كثير بيصير فيها اوجاع لانه بيصير في عندنا التهاب بغشاء المفصل. سو مشان هيك يعني الاوجاع فهي كثير متشعبه. هو مفصل صغير ولا كبير يعتبر؟ لا هو يعتبر من المفاصل الكبيره، يعني يعني مفصل كتف مفصل يعتبر مفصل كبير، مفصل كثير مستعمل بالحياه اليوميه، يعني انت بدك سوري تلبس ثيابك، بدك تمشي شعرك، بدك الحياه الروتين اليومي كثير مستعمل. سو مشان هيك بصير في كثير اوجاع وبصير في كثير مشاكل. صح، بيتحرك كل يعني بيتحرك اكيد بكل الهيدا، لانه انت بالحركه يعني انت بكل حركه ايدك عم تستعملي كتفك، يعني اي حركه بالايد عم تستعملي فيها الكتف. هلا الامراض جدا متشعبه، نحن حنحكي بصراحه عن بشكل مختصر تقريبا عن الكل تيكون اغلبيه المشاهدين الساده المشاهدين عندهم فكره عن شو عم نحكي وشو عم بيصير. كمان بدنا نقول للمشاهدين فيهم يتواصلوا معك مباشرة على الهواء ليطرحوا أسئلتهم. إذا هون عم نشوف معظم العضلات، هون عم نشوف معظم العضلات تبع الكتف. صحيح 100% اللي هي بتربط منطقة الصدر بمنطقة الكتف. وهون كمان في عنا العضلات بتربط الكتف بالذراع. نعم. مشان هيك يعني هي يعني وجع يمتد، ممكن وجع الكتف يمتد أكيد للصدر. وجع الكتف مش بس هو اوقات بيكون وجع بالكتف، وجع الكتف ممكن يكون في اسباب متعدده. اذا بدك تنبلش نحكي عنهم، وجع الكتف يعني حسب الفئات العمريه، مثلا عند الشباب الرياضيين اكثر شيء بيكون الاصابات الرياضيه، بتعرفي خصوصا اللي بيلعبوا باسكت بول، فولي بول، تنس، هيدي كثير رياضات بتعمل وجع بالكتف وبتعمل مشاكل بمفصل الكتف. نعم. اكيد عندك الكسوره، الحوادث، هذه شغله معروفه لانه كسر الكتف يعني فيري كومن وموجود كثير يعني. كمان عندنا عند كبار السن عندنا كثير مشاكل بصير المفصل، يعني بصير في تكلس بالمفصل الكتف. بنشف. مظبوط، بنشف الغضروف، بصير في عندنا تكلس، وحتى العضلات بتعمل ديجنريشن، بصير في عندنا قطع باوتار الكتف، بصير في عندنا التهابات، وخصوصا عند مرضى السكري واللي عندهم ديابات، فهول الناس كثير في عندهم اوجاع وبصير عندهم مشاكل كثير بالكتف، وحتى في منهم بيصير في عندهم شيء اسمه الكتف المتجمد، يعني فروزن شولدر، يعني بيقدر يبطل يحرك كتفه كثير، وهي موجودة بين ال 40 وال 50 سنة عادة. واكثر شيء عند الديابيتك بيشن، يعني عند الناس اللي عندهم سكري ان كنترول ديابيتس. اوكي.
هون شو عم نشوف هيدا نتوء ظروفك؟ هون هيدي شغله كثير شائعه، مثل ما مبين، مثل ما حاطين احنا بالراوند بالريد راوند، هيدي كالسيفيكيشن على الشولدر، يعني بسموها نقطه كلس على الشولدر، وهيدي سبب كثير مهم لوجع الكتف عند الشباب. يعني هيدي بتجي اكيد بيكون ناس كثير بيستعملوا كتفهم، كثير بيشتغلوا بيستعملوا الكتف، فبصير فيها الكالسيفيكيشن، وهيدي بتعطي وجع كثير قوي. يعني اذا اكيد بتكون سمعتيها عند ماما عند تيتا انه صار عندها وجع مفاجئ بالكتف وكثير قوي وما عم تقدر تنام الليل، فهيدي بتكون بهيدي الحاله اللي هي كالسيفيكيشن. فعلا هيدي هي كالسيفيكيشن على الشولدر، على التندن تبع السبراسبايناتس، وهذا بيعمل لانه بيعمل انفلاميشن، فبيعمل وجع كثير قوي. اوكي هون الغضروف بنشف وبيعطيني هيدي. لا هون مش الغضروف، الغضروف قصدك يعني انت المفصل، هون مش المفصل، هون شو سبب هيدي؟ هون عم نحكي على بيكون كثير الكتف، مفصل الكتف كثير مستعمل، يعني بيكون ناس بيشتغلوا كثير بايدهم، بمسحوا كثير بالبيت، بيشتغلوا كثير بالبيت، او بيشتغلوا مثلا اعمال بيعلي المريض ايده فيها فوق الكتف، فعلى الاحتكاك بين التندن وبين العظم بصير في عندنا مثل هالكالسيفيكيشن، وهيدي الكالسيفيكيشن مع الوقت بتعمل انفلاميشن على التندن، وبصير في عندنا هالوجع اللي كثير هو قوي، ووجع كثير يعني مفاجئ وكثير وكثير يعني غير محمول، وجع بصراحه غير محمول. وهون مثل ما عم نشوف عم نلاحظ هيدي ام ار اي للشولدر، يعني صوره رنين مغناطيسي للكتف، واضح عندنا يعني يعني اكيد الساده المشاهدين يمكن هيدا انه في عندنا الوتر تبع السبراسبايناتس مقطوش. اوقات كثير بنلاقي انه هالمشكله موجوده عند الرياضيين، مثلا بيضرب ضربه غلط او بيوقع وقعه قويه على الكتف، ما بينكسر العظم، بينقطش الوتر وهو التندن تبع السبراسبايناتس، او عند الكبار السن عند ال 70 او 75 او 80، مثل اي شيء التندن تبع العضله بيتعب مع الوقت، بيعمل ديجنريشن، وبصير اي حركه صغيره بتعمل رابتشر بالعضله تبع الكتف. واكيد يمكن بتصور اكيد يعني اغلبيه الساده المشاهدين وحضرتك اكيد شايفينها انه عند الكبار السن ما بقى يقدر يعلي كتفه او ما بقى موجوع كثير، فباغلب الاحيان وباغلب بيكون هذا هو البروبلم. يعني احنا بس مشهور عندنا التكلس، مفتكر انه بس كل ما واحد ما قدر حرك تكلس او كتف مخلوع، يعني هو اكثر شيء نسمع فيه. لا هن بصراحه التكلس وخلع الكتف هن موجودين، وهيدا بس هو اكثر سبب للوجع هو التهاب اوتار الكتف. اوكي هو التهاب اوتار الكتف. يعني هيدي هون اذا بدك عم نشوف هيدي الترا ساوند للشولدر، صوره صوتيه للشولدر. هذا شيء فيري كومن اللي هو بنسميه نحن بيرزايتس، يعني غشاء المفصل بيعمل انفلاميشن او بيعمل شيء اسمه بيرزايتس او ساينوفايتس. فمثل ما مبين هون انه عندنا كل غشاء المفصل عبى انفلاميشن، وهيدي شغله كثير بتوجع، وهيدي موجوده كثير مثل ما قلنا عند اكثر شيء عند الديابيتك بيشن، عند الناس اللي عندها سكري، وبتعطي كثير وجع، وجع كثير بالليل مؤلم. هيدي العلاج انه بنعمل لها الترا ساوند، يعني بنعمل جايدد الترا ساوند انجكشن، بنجي عند المريض بدل ما نعمل بلانت لانجكشن بنعمل الترا ساوند، بناخذ صوره صوتيه وبنعمل انجكشن بقلب الغشاء المفصل، هيك تنتاكد انه نحن بالضبط وين ضربنا ابره الانتي. شو بتكون؟ انتي افلاماتوار. انتي افلاماتوار يعني هو كورتيزون اكثر، كورتيزون او فينا نستعمل هلا بي ار بي مع النيو جينيريشن. بي ار بي رح نحكي عنها اذا، اوكي. يعني البي ار بي بتعرفي انت كثير مستعمل. عم تعمل البي ار بي بالعياده عندك. بي ار بي للشولدر اكيد. اوكي عظيم، فاذا هيدي النيو جينيريشن بدل ما نروح على الكورتيزون ونسكر الوجع. في عندنا رحنا على شيء مور ناتشرال، يعني عم نسحب دم منك نحن، بنعمل له سنتريفيكيشن، بناخذ البلازما تبعه وبنعمل انجكشن بالشولدر. ما عنده اي سايد افكت لانه شيء ناتشرال من البيشنت، يعني هو ذاته مع اتصال نتيجه بتر كثير احسن بكثير. اتصال من الي. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، تفضل دكتور. عم يسمعك. نعم حكيم، انا بيوجعني مش الكتف هون. عم تسمع؟ يعني ما عندي صوت بالاستوديو، اذا فيكم بس تظبطوا لي هال صوت خفيف. تفضل. عم تسمعي؟ نعم. بدي اسال الحكيم، انا عندي وجع تحت الكتف، يعني الرفش بيقولوا له. على الرفش؟ ايه، من يعني حد السنسلي والرفش، وجع وبعرق انا وقاعد هيك بصير بعرق. وين الوجع؟ على الرفش. الوجع على الرفش قصدك حد العمود الفقري؟ حد العمود الفقري بالضبط. هذا هذا بسموه يعني باللغه الدارجه شيء الوتاب، يعني هذا معروف اذا بدك باللغه العاميه وتاب. نعم. هيدا هذا اكيد شيء كرونيك، لازم تاخذ في ثلاث ادويه لازم تاخذهم على فتره ثلاث شهور.
نعم. وبيمشي الحال اكيد مع فيزيوثيرابي. هلا ما فيني اساعدك على الهواء بعرف لانه مشان ما نعمل دعايه للبراند، بس اجمالا شو هن؟ مضاد التهاب. مضاد التهاب بنعطي مانيزيوم وبنعطي ميو ريلاكسون، في اثنين ميو ريلاكسون. اوكي. اذا بدك بنسميهم يعني ما في لا مش ضروري، لكن هن معروفين مضاد للالتهاب. مضاد للالتهاب، مانيزيوم مع ميو ريلاكسون سبيشل لهيدي الكيس. اوكي. لهالكيس هيدي. وقديش وقت بده ياخذهم؟ بنبلش مبدئيا على شهر، بتصور بعد شهر ممكن يتحسن 80% 90%، اذا بقي شويه وجع بنكمل شهر ثاني، بتصور شهرين بيمشي الحال 100%. والفيزيو شو بيفيده للعضلات؟ الفيزيو انه بيرخي العضل، يعني هيدي هيدا الادفانتج تبعه انه بنعمل رخاء للعضل. واكيد انه احسن، لانه هو البروبليم بيكون هو تشنج، يعني شد بالعضل. دكتور كنا عم نحكي عن تقنيه البي ار بي، فاذا بنرجع بنشرح لهم اياها للمشاهدين، لانه نحن تعودنا البي ار بي للشعر للبشره، اليوم عم بتقول بي ار بي للكتف تحديدا. هي هلا البي ار بي بتعرفي انت، البي ار بي هي صارت انه مستعمله لكل شيء بالدومين ميديكال، يعني للتكلس، في ناس بيستعملوها للعيون، مستعمل يعني كثير بالاطباء التجميل، مستعمل كثير مثل ما تفضلت حضرتك للشعر. وهي مثل ما حكينا انه الادويه انتي انفلاماتوري، وقت نحن نعمل سنترفيكيشن للبلد، نحن بناخذ تقريبا 20 سي سي او 10 سي سي بلد من نفس المريض، من البيشنت، بنعمل له سنترفيكيشن بسبيشال ماشين، بتفصل هي الدم عن البلازما. البلازما بتعرفي انت نحن جسمنا في انتي انفلاماتوري، يعني ناتشرال انتي انفلاماتوري، مشان ما اي جرثومه تفوت علينا نقدر نعمل نلتهب او شيء. فهيدي وقت نحن بنعمل هالسيبريشن بين البلازما والبلاد، بنسحب البلازما، هي بيكون فيها كل الانتي انفلاماتوري تبع 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 الدم تبعنا اللي هي ناتشرال منها، وبنعملها نحن بنحقنها بالمفصل. نعم. كم جلسه بدها ليروح الوجع؟ هو عاده نحن بنعمل 3 سيشن، 3 جلسات سيبريتد باي 1 ويك، يعني مثلا افترضنا بلشنا اليوم الاثنين، نيكست مندي والمندي الافتر مندي بنعمل اللي بعده. والنتيجه مضمونه 100% على حسب نوعيه البلازما؟ النتيجه مضمونه، ما في شيء مضمون بالطب، يعني 99.9% انه بتعطي فيري جود ريزلت. نعم. واتليست انه ما بتاذي، لانه هي اتز ناتشرال منك، يعني مش مثل الكورتيزون، الكورتيزون بتعرفي انه عنده سايد افكت ثاني، انه ممكن ياذي الوتر اكثر ما يفيده، اوكي ممكن يروح الوجع، لانه يعني انت عم تعطي اكيوت انتي انفلاماتوري، فبس مع الوقت ممكن يعمل ياذي الوتر اكثر ويعمل ديجنريشن، وبيعمل بتعرفي انت بيعمل تفتت بالعظم وبيعمل كثير مشاكل، يعني يعني له حسناته وله سيئاته، بينما البي ار بي توتالي ايجابيه نتيجتها، لانه تزفروم يو، يعني ما عنده اي سايد افكت من نفس النوعيه الجسم، يعني اذا ما ضغطك المينيموم ما اكيد بتفيد، اذا ما فادتك ما حتضرك، يعني باسوء سيناريو. رح ناخذ كمان اتصال. الو بونجور، تفضلي. في احكي مع الدكتور؟ عم يسمعك. جوزي اصبعه الكبير الباهم بايده مورم. الباهم مورم؟ ايه وبيوجعه. ورم مع وجع للباهم. ايه هلا عم بحط له انتي انفلاماتوار، بيرتاح شوي بس ثاني يوم بيرجع عم بيوجع. لا من الوجع من فوق، يعني محل اللي فيه شعر، او من البالم محل اللي ما فيه شعر؟ لا اصبع ايده الكبير. اوكي بس من كف الايد؟ من كف الايد او من فوق؟ لا الاصبع كله مع ال يعني كله من راس الضفر ليوصل للمعصم. بيعلق الاصبع شيء بس يحركه؟ بيعلق بس يفتح ويسكر؟ لا أوكي. ابدا. قد ايه صار له الوجع؟ والله صار له فترة شيء أكثر من شهرين. شهرين؟ هذا الأرق موستلي عامل شيء من اثنين، يا إما شيء اسمه تينوساينوفايتس على على المفصل، على الام بي جوينت. يعني شيء بيسموه التهاب الوتر. أو عامل شيء اسمه ديكيرفان تندنايتس، يعني ديكيرفان كمان هو التهاب الوتر بس وتر ثاني. شو بده؟ بصراحة يعني التشخيص أو العلاج هو ال يعني تنعرف شو شو التشخيص وشو السوليوشن، انه ينفحص من قبل يعني طبيب العائله الاورثوبيديست تبعكم او الحكيم اللي بتحب تروحوا لعنده. بتصور هو هي نيد انجكشن، يعني اذا لك 2 مانث شهرين بتصور هو انه هلا المفروض يعني يعمل ابره كورتيزون، او اذا بدك فيك تعملي البي ار بي، يعني اللي بيكون لهم متاح اكثر، يعني يعني لهم متاح اكثر، لانه البي ار بي اغلى شوي ومكلفه
بس هيدا هو الناس بفضلوا الكورتيزون عن البي ار بي. بس نحن بعد عن بعض يعني تحديدا الكورتيزون بعيد عن البي ار بي. اكيد بعيد توتالي ديفرنت. يعني الكورتيزون شيء انه شيء كيميكال وقتي وقتي مزبوط، بينما البي ار بي هو انه ناتشرال وانت عم تعطي شيء منك وتز لونج تيرم وعلى المدى البعيد ما عنده اي سايد افكت. يعني رح نرجع لموضوعنا اذا الكتف ومشاكل الكتف، وبعد في صور اكيد للدكتور، وطبعا عم تلاقي اتصالاتكم على الرقم يلي عم بتشوفوه باسفل الشاشه. اذا كان الالتهاب هو سبب الوجع علاجه بيطول ولا لا؟ هلا اذا كان الالتهاب سبب الوجع، يعني بتعرفي مثل اي شيء نحن عاده بنبلش العلاج تصاعدي. يعني اول شيء بنبلش انتي انفلاماتوري، بنعطي للمريض كورس 2 ويكس او قد بنزيد 1 ويك مور، يعني 3 ويكس. في نسبه كثير بيتحسنوا 50% 60% بيمشي حالهم وبصيروا كثير منيح وبيمشي لحال. نيكست اذا في نسبه ما بيمشي حالهم بنلجا للعلاج الثاني واللي هو قلنا يا بي ار بي يا كورتيزون حسب الامكانيات الماديه تبع المريض. يعني بصراحه هيدا هلا موستلي اغلب الاحيان على البي ار بي او على الكورتيزون انجكشن بيمشي حاله، خصوصا اذا عمل ثرو الترا ساوند. يعني اذا عملناها تحت تاثير الترا ساوند نعرف وين عم تنضرب فعلا بالتندن اللي هو عامل انفلاميشن وباللوكال تبعها المضبوط، سو بيمشي الحال تقريبا ب 90%. تفضل عندك نسبه 10% ما بيمشي حاله، ساعتها بنلجا نحن لصوره الرنين المغناطيسي، بنعمل صوره رنين مغناطيسي ببين اوقات عندنا في تضيق بمجرى الوتر او هالانفلاميشن ما عم تروح. ساعتها بنلجا لشيء كمان كثير حديث انه عمليه ناضوغ الكتف واللي هي عمليه هينه وبسيطه، وهون ساعتها اكيد هذا ذا اند سوليوشن والحل النهائي. دائما في حلول ودائما في تطور. كمان اتصال مدام سعب. الو، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، تفضلي. انا بس بدي اقول له للدكتور، كان عم بيقول اذا عن الاصبع بيعلق، انا اصبعي الصغير يعني الخنصر بيتورم وبيعلق وكثير بيوجعني. تكلس يعني. قالت عم الاصبع عم بيعلق. الاصبع الصغير بيعلق. هيدا اللي كنا عم نحكي، هيدا بسموه تريجر فينجر، يعني مجرى الوتر، الوتر ما عم ياخذ محله مضبوط، بسموه تضيق بمجرى الوتر. الحل النهائي انه الدغ والسريع هو شغله بسيطه كثير، انه عمليه سريعه كثير، بنعمل شيء اسمه تحرير مجرى الوتر ونتيجتها مضمونه 100% ودغري بيمشي حالك بعد العمليه وبيروح الوجع وبيرجع الوتر لا بيعلق ولا بيصير اي بروبليم. يعني كيف بتفرق بينه وبين التكلس؟ تمام، هذا شو لا بدك تشرح لي. لا عن جد كيف بعرف اذا تكلس او الوتر فعلا؟ لا بس يقول لك عم بيعلق، يعني هو الوتر واضحه، تشخيص واضح. تكلس شيء شو عوارض التكلس؟ تكلس اكثر شيء بيكون في وجع وما عم يقدر يحرك المفصل، بينما هيك بحرك المفصل بيفتح بيسكر. أوكي. بس هو عم يفتح المفصل بيعلق، هيدا هو البروبليم، بيكون بده يفتح المفصل اكيد يمكن سائل لحدا بيقدر يفتح بيمد ايده الثاني تيفتحه، هيدا اكيد بحطوا اشياء مثل الخواتم ليضل مفتوح، هيدا اكيد بيكون صار اند ستيج وهيدا بده عمليه بسرعه، لانه مع الوقت اذا بتضلك تفتحي وتسكري الوتر بيتعب وبينقطش، ساعتها بتزقي بيك بروبليم. يلا ريتا معنا على الهواء. انترستينج. خلينا نروح لريتا. الو الو بونجور، تفضلي ريتا. اهلا وسهلا. في عندي وجع بالكتف اليمين بضرب على الطرف من ورا وعند الاصبعين الايد اليمين الثالث والرابع، في وجع بكعبه. اوكي ريتا، وجع بالكتف اليمين وبيضرب الوجع للاصبعين، هيدا الارجح انه من الرقبه مصلي، من الرقبه، هيدا عوارض ديسك. في تنميل بايدك بالصبيع؟ في تنميل بالصبيع؟ ريتا بدك توطي التي في عندك لتسمعينا من التليفون، عندك تنميل باصابيع ايديك كمان؟ من فترة لفترة مش دايما. من فترة لفترة في تنميل. هيدا الموستلي في شيء من اثنين، ديسك بالرقبة أو ضغط على العصب على الألنر نيرف على الكوع. لازم ينعمل تعملي ام ار اي للرقبة وتخطيط للعصب وتراجعي الطبيب، يعني الطبيب الاورتوبيديست تبعكم وبتصور بتلاقي الحل، لانه يعني هيدي شغله معروفه، هيدي ما خاصه بالكتف اكيد. هون البروبليم هو من الرقبه او من ضغط على عصب الالنر نيرف بالكوع،
ونحن اكيد يعني نحن لانه ما توسعنا كثير، يعني احد اهم اسباب وجع الكتف هو ديسك الرقبه او طبعا. وجع الرقبه اوقات بيفكر المريض انه هو البروبليم بالكتف، وهو البروبليم ايضا بيكون بالرقبه، وهيدا هون هو الطبيب اللي بيشخص يعني بقرر. كمان بدنا ننبه على شغله، اوقات وجع الكتف بيكون بدل على عرض كثير خطير، بتعرفي اوقات مثلا يمكن اكيد سامع فيها اذا حدا وجعه على ميل كتفه الشمال بيقولوا ما تكون عامل جلطه او شيء. بدنا ننتبه، اوقات وجع الكتف الشمال بدل على جلطه، بس هون الفرق بينه وبين وجع الكتف هيدا بيترافق وجع الجلطه مع العيان مع استفراغ، المريض بيغيب عن الوعي. فهون دغري انه ننتبه نحن انه هيدا شيء بالقلب مش شيء بالكتف، وعاده بيكون فتره قصيره، بينما وجع الكتف بيكون مثلا المريض له فتره طويله، جمعه جمعتين يوم يومين، لانه اكيد اذا واحد عمل جلطه ما حيبقى يومين طيب، صح اكيد بده يكون منتبه اذا ما تعالج بطريقه طبعا هيدا. بعد في عندنا صور لدكتور تعان، واكيد رح نكمل مع اتصالاتكم مشاهدينا. هون فراكتشر يعني مثل ما شايفين عندنا كسر بالكتف، او هيدي بسموها عظمه الترقوه، يعني هيدي كمان كثير شائعه، خصوصا في عندنا ناس اولاد صغار كثير بيجونا اوقات هيك مكسورين، بيخلقوا كمان حتى مكسور كتفهم، مش قلبي على الكتف مش واقعي، لا حتى كمان انه واحد من الاسباب انه بيكون اوقات ولد اثناء الولاده بطريقه انسحب بطريقه غلط بينكسر كتفه، او اوقات اكيد اكسيدون دايركت على الكتف على الكلافيكيل. واكيد هون العلاج مثل ما مبين بالصوره اللي حدها انه هو ينعمل تثبيت بواسطه الصفائح والبراغي، وهيدي عمليه نتيجتها مضمونه 100%، والمريض بيكون بصير كثير منيح after 6 weeks يعني. اوكي، هون البراغي والصفائح شو بترجع بتتعايش مع نوعيه العظم ولا لا؟ نحن عاده بنشيلهم بعد فتره، يعني اذا المريض صغير او شاب بنشيلهم عاده بعد سنه بالكتف اكيد، لا انه هذا بالنهايه تزق ماتيريال تايتانيوم. اوكي، هون مثل ما شايفين هيدا كسر بالكتف، اكيد هيدي المريضه كان عندها كسر بالكتف، وعملنا لها تثبيت بواسطه صفيحه وبراغي كمان نفس القصه تايتانيوم. يمكن صوره الكسر قبل واضحه كان بالصور قبل، هون عمل التثبيت وهيدي كمان اكيد عاده بعد سنه بنشيل هيدي البلاك والبراغي، وهون بيرجع المريض 100% كمان توتالي منيح يعني. اوكي، كمان مع اتصال مدام تالا. الو، يا هلا تفضلي. بدي احكي دكتور مشان عم بيصير عندي حريق بالرقبه وعم بيصير عندي تنميل بايدي. اوكي. هلا مدام، هيدا موستلي عن التشخيص الارجح انه هيدا ديسك بالرقبه. تنميل باي اصابع بالايد؟ لا مش اصابعي، فوق يعني ايدي. على الكتف؟ ونزول. ونزول. على الكتف ونزول، هذا الارجح انه على السي 5 سي 6، على ديسك على منطقه السي 5 سي 6 او سي 4 سي 5 حسب المنطقه اللي عم يوصل لها التنميل. هذا السوليوشن. كمان اجري من تحت، كمان اوقات بحس هيك كمان مثل مش بيركبتها. تنميل وهيك حريق مع حريق. اجري مع حريق. مش عندك شيء سكري فوق شوي؟ سكري عندك؟ كيف؟ سكري عندك شيء؟ لا لا ابدا، عامله فحوصات. ايه عامله فحوصات، هلا بس حريق عندي الاجر ما خصه بحريق الفوق، بيكون موضوعين مختلفين تماما، يعني موضوع الكتف غير موضوع الاجر. مش معلقين ببعضهم، توتالي اندبندنت، يعني كل واحد مجاله شيء. هلا المفروض اول شغله تعملي ام ار اي للرقبه، تنميل الاجرين ببين عنا اكيد بالام ار اي اذا الديسك وين وشو العلاج تبعه. هلا بالنسبه لتنميل الاجرين على الميلتين او ميل او اجر وحده، اليمين او الشمال؟ اوقات الشمال يعني اكثر من اليمين. ايه اوقات الشمال اكثر من اليمين. هذا الارجح انه مش لنقص فيتامين، لانه اذا فيتامين بيصير بايلاترال يعني بيصير على اليمين وعلى الشمال، ولا سكري لانه بيصير عاده على اليمين وعلى الشمال، لانه بيكون البروبليم هو سيستميك يعني بكل الجسم. سو هيدا يعني اما ديسك بالظهر او ضغط على العصب بمحل ثاني. طب هو الحريق بالرقبه هيدا انه ليه بيصير؟ انه شو سبب الحريق؟ بس نام على الخد. الحريق بالرقبه بيصير لانه انت بتعرفي انت كل النيرف تبع الكتف وتبع الايد هن بينزلوا من الرقبه، وقت يطلع ديسك بيصير في بريشر بيضغط هيدا الديسك على العصب اللي نازل على الايد، فبالنهايه بيعمل حريق او بيعمل انه شيء اسمه تنميل
او الحريق، هذا هو سبب. سبب انه هو ضغط الديسك على مجرى العصب. ما حس بشيء بالاعصاب يعني؟ العصب لانه اوريدي ظاهر من سلسله الدهر. نعم. مش اعصاب، شو قصدك اعصاب؟ انه يعني اعصاب واحد مثلا يكون شوي مكتئب او ما لا يعني النفسيه عندها مش لا ما خصها، ما خصها شيء نفسي، ما خصها. كنا احترقنا كلنا. كنا حاسين اكيد كلنا مكتئبين وكلنا سلامه قلبك. بس هو اوريدي اوقات التعصيب والانسان وقت بيعمل ستريس ما بيعمل بروبليم كرونيك يعني. انه تعصيب اوكي بيجيك مثلا كرايزس تعصيب ممكن يصير معك هيك. اوكي. بس انه الونج تيرم انه كل الوقت حريق اكيد في سيستمك بروبلم، والموستلي انه هو ديسك بالرقبه طلع وضغط على مجرى العصب وصار هذا البروبلم. اذا التنميل هو له علاقه بالانقراص يلي بيصير بالغضروف وضرب على النيرف. يعني بيطلع عنا الديسك، بتعرفي انت الديسك عنا ديسك وبينزل على مجرى العصب، وقت يطلع الديسك من محله بيضغط على العصب سواء على اليمين او على الشمال حسب السايت اللي رايح له الديسك، وبالنهايه وقت يعمل هالبريشر بصير في عندنا هالوجع وهالتنميل وهالخضار وهالبروبلم. والحريق فيكون انديس او يعني سمتم لالتهاب؟ اكيد فيكون لاكتئاب. التهاب. التهاب فيكون هيك، بس عاده الحريق يعني هو معناتها شيء بالنيرف وقت يصير في شيء حريق. يعني البروبلم هو بالنيرف. أوكي. يعني معناتها الموستلي ديسك او شيء نقص بالفيتامين، فيتامين بي 1 بي 12 بي 6 عمل هيك، عمل هالبروبلم بالنيرف وصار هذا الحريق. هلا هون بيجي دور الطبيب التشخيصي واللي هو بيقرر انه وات از ذا بروبلم اند شو هو السوليوشن. يعني هو ضروري لانه الجسم مكون يعني مثل ما عم تشرح، في العظم في العضل في التاندوم في كتار، يعني مش نحن كلها معلقه ببعضها اكيد. اوكي. كمان مدام سلامه اهلا وسهلا فيك، تفضلي انت على الهواء. تفضلي الدكتور عم يسمعي. الو بونجور. ايه بونجور مدام. بونجور حكيم لك، بس بدي اسال لانه انا مقطوع عن النوى مني مثل ما بقولوا قد ما صرت معالجه. سلمت قلبي. الله يسلمك. بس عندي اوجاع كثير كثير، عندي ديسك برقبتي وديسك على الواطي. ديسك بالرقبه ديسك بالواطي نعم. ما بينعمل لهم عمليه، وعندي كتاف اثنيناتهم فيهم ارثروز ايديا. يعني بعمل اوبر بكتافي كل مده. هلا صار لي شي سنه ما عدت عملت، في ارجع اعمل اوبر بالايدتين ولا لا؟ لانه عم بنملوا كثير وفي وجع. ابر شو عملت؟ ابر زيت ولا كورتيزون؟ كورتيزون اكيد. اوكي. سوري قد ايه عمر المدام؟ قد ايه عمرك؟ ايه فوق ال 60 اكيد. فوق ال 60 العمل كله. انت عملت عمليه ديسك بالرقبه حضرتك؟ ما عملت لانه ما كانوا يعملوا لي عمليات. ليش ما كانوا يعملوا لك اياها؟ ما بدك عمليه او لسبب طبي ثاني؟ لا لانه واقعه وكسر ظهري، صار عندي خرطه ظهري وما عندي ابدا، ما يعني شو بدي اقول لك بالعظم كارثه. اوكي. سلمت. هلا بالنسبه لابر الكتف اكيد فيك ترجع تعمليهم، فيك تعمليهم اذا ابر الكورتيزون كل ست شهور مره ما في بروبليم، بس اللي حكيته انا مع مدام بلانش انه هو باول الحلقه انه افضل تعمل البي ار بي، لانه بعمرك بالذات مع الوقت بصير في ديجنريشن، والكورتيزون بيعمل بروبليم كثير كبير مع الوتر، ممكن يقطش الوتر، بتصيري بتكوني بتحلي مشكله الوجع بس افتر سام تايمز رح ينقطش الوتر وتصير بمحل ثاني ببروبليم ثاني. سو انا بنصح هيك يعني نصيحه انه تعملي البي ار بي تجربيه. اوكي يمكن مكلفه اكثر وبدك تعمليها ثلاث مرات، بس انه بالنسبه لعمرك وبالنسبه لوضعك انه هذا هو ذا بيست سوليوشن وافضل سوليوشن، يعني انا بنصحك فيه كطبيب. للديسك بينفع. اهلا وسهلا فيك. بينفع للديسك البي ار بي اذا بحالتها ممنوع تعمل عمليه على القليل نريح البي ار بي؟ بيعمل اذا عملت له انجكشن انترا ديسك الانجكشن، يعني بقلب الديسك. بقلبه. بقلب الديسك. يعني هذه تقنيه شوي معقده، يمكن انا يمكن الحكم عليها كثير اللي بيعملوها. نعم. انا واحد منهم بعملها بلبنان، يمكن واول واحد عملها بلبنان يمكن بتصور بال 2013 انا عملتها. هيدا عمليه بنعملها باوضه العمليات مش بالكلينيك او شيء، لانه بدنا نشوف نحن وين عم نفوت باي ديسك، لانه بتعرفي الابره بالديسك توتالي ديفرنت ودانجرس اكيد، ولازم تنعمل بطريقه كثير سيف. بتنعمل اكيد وبتفيد، في ناس كثير فادتهم
هلا حسب الجريد تبع الديسك، اذا اكيد ديسك اوريدي عامل اكستروجن يعني طلع من محله وضغط على العصب ما بقى فيه هون حل. اذا بدايه ديسك او بروتروجن او مايلد ديسك ديجنريشن بيمشي الحال اكيد. اوكي، بس ضروري البي ار بي للكتيف خاصه بهذا العمر مثل ما انا بنصحها هيك. هلا الامكانيات حسب كل يعني نحن علينا نطرح كل شيء موجود بعد كل شيء موجود هو المريض بيأرخ صحيح. التقليديه موجوده، الابر الزيت ما هو البي ار بي وحتى انه في كثير اشياء يعني في الشوك ويف بيعملوها في شوك ويف مضبوط صح. في الشوك ويف وبنستعملها كثير اذا عندنا كالسيفيكيشن وهي فعلا بتعطي نتيجه كثير حلوه. اوكي، ابر الاوزون الاوزون كمان عم بيعالجوا فيها. الاوزون عم نستعملهم اكثر بالديسك بصراحه بالديسك بدنا نستعملهم واعطوا نتيجه اكثر بالديسك بس انه كمان كثير مكلفين يعني هلا بتعرفي انه بدك تفكر بكل طبعا الظروف المحيطه بالمريض. بدي استفيد منك لانه اوريدي التقنيات كلها ما شاء الله عليك يعني موجوده فضروري نحكي عن هذا الموضوع. هون عم نشوف كمان بعدنا ضمن موضوعنا بالكتف هون عم نشوف شو انواع البليت يعني الصفائح والبراغي اللي ممكن نحن نعالج فيه الكسوره مثل ما شايفين فوق عندنا نوع بليت بنعالج فيه البروكسيمال هيومرس فراكتشر تحت عندنا على بسموها السكابيلا يعني ربش بالعربي الدارج هون نوع بلاكيت سبيشال وعندنا الكلافيكيل كمان عنده نوع سبيشال بليت فكل كسر يعني عنده نوع سبيشال من البليت وعنده طريقه جراحيه مختلفه عن الثاني وبكلهم بيرجع بينشال مش مثل وقت بغيروا مفصل يعني لا وقت تغيير مفصل غير موضوع شيء ديفرنت ستوري اوكي يعني فاذا شيء مختلف تماما نعم. هون مثل ما مبين عندنا هيدي مريضه اكيد كبيره بالعمر هيدا مبين في عندها تكلس بكامل المفصل لكن هون المفصل كلياته دايب مختفي تماما المفصل يعني ما عاد في شولدر جوينت. هلا عاده هول المرضى بيكون عندهم روماتيزم لانه مفصل الكتف ما بكلس مثل مفصل الركبه او الورك عاده هو اقل من الركبه والورك فعاده هول البيشنت بيكون عندهم روماتويد ارثرايتس او بيكون عندهم نوع من الانفلاماتوري ديزيز صحيح جاوت ديزيز او هون شو الحل يعني برايك؟ هون الحل هيدا بروتيز هيدا اللي بنعمله بروتيز هيدا خلص المفصل كلس انتهى المفصل ما بقى في مفصل سو بدك تعملي تبديل لكامل المفصل بتصور بالنكست اكس راي هون ليك هون عاملين شيء اسمه بروتيز ريفرس شولدر بروسيزس يعني تغيير كامل للمفصل غيرنا الجزء الفوقاني وغيرنا الجزء التحتاني هيدا اسمه ريفرس شولدر بروسيزس وهيدا المريض دغري بيروح الوجع وبيصح وبيرجع فول رينج اوف موشن بهيدا البروتيز كمان له اكسبايري ديت يعني نحن بنعرف بروتيز الركبه 10 سنين مش هيك بأخروه هون شو عنده بيضاين اكثر كل شيء له مش اكسبايري ديت يعني ديت بالمعنى انه تاريخ انه بنعطي مفصل المفصل بالنهايه مثل اي شيء بيخدم وقت معين ما هو اوريدي المفصل الحقيقي تبعك يمكن ما خدمك لل 50 أيه؟ فهيدا سنتيتك جوينت يعني مفصل نعم. اصطناعي ممكن يخدمك 20 30 سنه حسب الكواليتي في نوعيات بس قصدي اكثر من الركبه لان لا يستهلك قد الركب اكيد اكثر يعني. من الركبه واكثر من الورك لانه بتعرفي انت ما في عليها ويت ما في عليها وزن الكتف وما في عليها هالبرشر مثل الركبه او الورك فهيدا نعم. هو السبب هلا هون مثل ما شايفين هيدا عم نعمل شيء هون اسمه شولدر ارثروسكوبي تنظير للكتف هيدي هي عملية نادور الكتفي اذا بتشوفي انه عندنا ترو هون وترو على اليمين وترو على الشمال هيدي هي العملية يعني عملية كثير صغيرة وكثير سيف وبتعطي ريزلتات كثير حلوة شو الكوز تبعها بتكون؟ شو الانديكيشن قصدك يعني شو ليش بنروح لها؟ ليش بنعملها؟ بنعملها نحن عادة هيدا اللي كنا عم نحكيه وقت يصير في عندنا انفلاميشن ما تجاوبت معنا لا على العلاج الطبي ولا على الفيزيوثيرابي ولا على الانجكشن وفي عندنا نحن عملنا ام ار اي وبين عندنا تضيق بمجرى الوتر سو بنلجا لهيدي الطريقه بنعمل ارثوسكوبي بنبرد العظمه وبننظف الالتهاب بالوتر اوقات كثير بيكون مقطوش الوتر بنرجع بنعمل له سوتشرنج بخلال هيدي العمليه اوكي ونتيجتها كثير يعني منيحه بتعطي جود ريزلت ونتيجه سريعه يعني دائما عمليه صغيره دائما موجود الحل يعني واحد مش انه مضبوط صحيح دائما موجود الحل لا ما في داعي يخاف في شيء نحمي كتفينا من هالمشاكل في شيء واحد يضل يعمله سبور رياضه للكتف تحديدا لكون اختم معك بهالشكل بتعرفي انت اكيد كل شيء حمايه هو اهم شيء للمفاصل مثلا نحن بننصح الناس اللي عندهم سكري انه ديابيت كثير بيعمل وجع بالمفاصل وخصوصا بالكتف خصوصا بيعمل انفلاميشن على الكتف سو بننصحهم انه يعمل كنترول للديابيتس
يعني ينتبهوا على الاكل، ياخذوا الدواء مضبوط، ينتبهوا تاخذوا قد ما فيهم على الفواكه، تضل كنترول السكري لنحمل بالنهايه كتفين. انت بتخففي ريسك قد ما فيكي. هيدي شغله ثانيه. شغله ثانيه، في عندك رياضه يعني بسموه تفتيح الكتف. أوكي. كل يوم هيدي بتفتح الكتف بس بطريقه صحيحه. نعم. يعني كل يوم 5 مينتس الصبح 5 مينتس عشيه، وفي عندنا شيء اسمه موفمون روتاتوار، هيدي كمان بنبرم الكتف حركه دائريه للكتف، كمان 5 مينتس الصبح 5 مينتس عشيه. واكثر شيء انه ما نتعب كتفنا، يعني اكثر شيء السيدات اللي بيشتغلوا بالبيوت بتنظيف كذا ازاز حيطان، هذا كل شيء بنستعمل فيه الاوفر هاد، يعني يعني الكتف بيصير فوق الراس، فهيدي كثير بتعمل مشاكل بالكتف. هي بدنا ننتبه فيه منها قد ما فينا، واكيد ننتبه من الوقعه، لانه الوقعه ممكن تقطش الوتر، ممكن تكسر الكتف، وهو القصص يعني هيدا. شكرا لك دكتور نزيه تعان، شكرا لهالاطلاله، اكيد متواجد بلبنان فكمان فيهم يزوروك، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو، انا بتشكرك وبتشكر او تي في هالمحطه الكريمه، وبتشكر الساده المشاهدين على وقتهم، وثانك يو كلكم. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتي مع دكتور تعان، وطبعا بختم يوم جديد على امل اللقاء بكره، ضلوا بخير.